أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه يتم حاليا الإفراج عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية في الموانئ المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي مؤتمر صحفي بميناء الإسكندرية عقب الإشراف على الإفراج عن عدد من البضائع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن خطوات الحكومة الأخيرة والبنك المركزي كانت ضرورية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي. الخطوات اللي قامت بيها الدولة المصرية أمس كإجراءات اقتصادية ما بين الحكومة والبنك المركزي دي خطوات كانت مهمة جدا 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 للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري. وحضراتكم جميعا كلنا كنا متابعين وعارفين كويس قوي الأزمة الخانقة الاقتصادية اللي كانت بتمر بيها مصر على مدار أكتر من سنة ونص بسبب الظروف العالمية الكبيرة اللي حصلت، وأيضا العديد من المشاكل والتحديات اللي كانت بتواجهها الدولة. لكن أعتقد النهاردة بالخطوات اللي قامت بها الدولة واللي أهم كان نقطة فيها وكنا كلنا مقتنعين بيها هو توحيد سعر الصرف، وكانت دي نقطة شديدة الأهمية الدولة المصرية كانت بتشتغل عليها. وهنا لما بتكلم على الدولة بتكلم على الحكومة والبنك المركزي على مدار الأسابيع والشهور الماضية.